الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، ومرحبا بكم في نهار جديد. الموضوع اليوم شويه معطر، موضوع تنبحثوا فيه على الشهره. كنا كنعرفوا بان اي واحد تقلب على الشهره، لا في عالم اليوتيوب ولا في عالم انستغرام ولا في اي عالم من عالم السوشيال ميديا. اليوم غنشوفوا واحد النوع ديال الناس تقلبوا على الشهره ولكن بواحد الطرق لا يرثى لها. تفضلوا معنا. السلام عليكم، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خير خويا، تفضل. اليوم راح يكون فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات وبالخصوص المشيطه. تفضل. بغيت اعمل معكم تحدي، اذا هذا الفيديو بيصل ل 1000 لايك وبصير عندي 1000 متابع لبكره الساعه 12 في الليل. عفاكم ما تنساوش تساندوه، نديروا له 1000 لايك ونكملوا له 1000 ابوني ديالو باش نشوفوا التحدي اللي غيديرنا. راح انزل فيديو انا وعباكل خرا، والقصة ابدا مو مزح. الفيديو راح ينزل مو بكره بعد بكره اذا انتو كسبتوا بهذا. اذا انتو كسبتوا التحدي حياكل كاكا. باكل خرا والله. انتم سمعتوا، الى وصل العدد المطلوب غياكل كاكا، ماشي اليوم يعني تلب، ماشي غدا، تال بعد غدا باش يعمر ريزيرفوار مزيان ويقدر ياكل مزيان. بفو عليك بفو عليك. هذا خوتي الا بغى العدد المشتركين يوصلوا ل 100 شنو غيدير؟ يمكن يعطي شرفه. ما لا بغى يوصل المليون مشترك، العلم لله، وقيلة لي صوب وانا شي وياكلو. لعنة الله عليك، ارى لي المخروعة الاخرى. السلام عليكم يا بني ادم يا انس. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انا اختكم من قوم اخر، اليوم جيت نقول لكم الحقيقة اللي انا فضائية. شتو خوتي هاد الميتة فضائية كيوت كترد السلام؟ جيت من الفضاء، من كوكب اسمه ليليكس، هو يبعد عن الارض ب 33 مليون سنة ضوئية. وحابة نقول لكم ما ممكن ما تأمنونيش، اقسم بالله انا فضائية. وراح تقولوا لي كيفاش ملا اذا انت فضائية تعرفي اللغة تاعنا؟ كربي ديجا كامل خلقنا كيف كيف، وملي كليت واحد من الارض تعلمت اللغة تاعكم. بصح المفيد ما جيتش نحكي على هذا، حابة نقول لكم الكورونا احنا عديناكم منها، وعديناكم منها ما كانش قصدنا. كي جينا ندو تشينا من عندكم في فصل الشتاء باش ندو تشينا تاع العصير تاع نتيجة، هي افضل تشينا. المهم اللي يحب اللقاح تاع الكورونا يعطينا الدلاع، وحنا نعطولو البول تاعنا، باسكو اللقاح هو البول تاع الفضائيين. واجرو باسكو ما بقاش الوقت ويخلص الدلاع. اللي يحب اللقاح سينو يطغاو الفضائيين على الارض، يطغاو ويقتلوكم كامل. شكرا، السلام عليكم. لا صافي، هذه ضاعت وهي صغيره، كتقسم بالله. واخوتي اللي كيعرف شي ناس مريضين بكورونا ولا شي حاجه عليه بالدلاح، عليكم بالدلاح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن الطوب هو اللي غنشوفو دابا. اليوم بدي احكي موضوع مهم جدا والله للغايه، اقسم بالله والله شاهد على ما اقول. لما تحلف خويا راه متيقينك، متيقينك ومصدقينك، وراني عاود لهم عليك، قلت لهم الطوب. تفضل خويا. جماعه شفت رؤيه في المنام ان الجنه فقط للبدو، يعني الله يعني سوى يعني عمل الجنه للشعب البدوي، يعني اذا ما كنت بدوي لا تحاول. لا تحاول؟ اي مش كلشي اللي حنا كنديروا هنا في وسط البنايات والعمارات والفيلات والشاليات يعني لما كناش بدو لا تحاول. لا تحاول يعني واخا نمشيو نسكنوا في حرب العربيه ولا في كي كيقولوا في الباديه نوليو يعني بدو. لا تحاول. شكينا هذه؟ لا تحاول، لا تحاول.
مش راح تخش الجنة، لأن الجنة فقط للشعب البدوي، مكتوب على باب الجنة، أنا شفت في عيني، أقسم بالله شفت في عيني يا جماعة، مكتوب على باب الجنة فقط الدخول مسموح إلى البدو. يعني إذا ما كنت بدوي على الفاضي، يعني قد ما تعمل في حياتك مش راح تخش الجنة، لأن الجنة انخلقت للشعب البدوي فقط يا جماعة. لا تحاول، لا تحاول، لا هذا أخوتي، يعني لا تحاول، يعني خاصك تكون بالبدوي، لا كنتش بالبدو لا تحاول، كمل أخويا، يعني ما شفتيش شي بيبة أخرى ولا شي حاجة ولا، لا تحاول، لا تحاول. قبل كم يوم مات واحد بدوي، اتصل علي هاتف، يعني حكي لنا وياه على التلفون، قال لي انا في الجنه، يعني هذا تاكيد على كلامي ان الجنه فقط للبدو. جنه فقط للبدو، سمعتوا اخوتي؟ اتصل عليه شي واحد، اعطينا داك التليفون، انا داك ولا يقول لنا من شركة اتصالات اخويا، نتصلوا باحبابنا ونشوفوا فين راهم، واش في الجنة ولا في النار. اتصلوا بك خويا، اتصلوا بك خويا، لا تحاول، لا تحاول، لا تحاول، تا هادي لا تحاول، لا زيد اخويا، لا تحاول، لا تحاول. هانتوما سمعتوا، يلا قالك السيد عاد مات واتصل به، اتصل به، دابا غيقولوا لي شنو ندير مع ادراس البوطة هذا، ولكن الديفو ديالي أنا، أنا اللي داير بحال هاد الفيديو ديال هاد الأشكال، رنا الفيديو الآخر. مساكم يا جماعة، في مناسبة شهر رمضان. آه، هذا مزيان، دابا يتكلمنا على رمضان، أنا نشوف شنو غيقول على سيدنا رمضان. حبيت أن أعلن لكم إن لحم الخنزير حلال. لحم الخنزير ليس محرم، ومن قال لكم لحم الخنزير حرام كاذب يا جماعة، الله ما حرم لحم الخنزير. عشان الله في شهر رمضان يقبل صلواتك أو صيامك لازم تأكل لحم الخنزير تكمل دينك، حتى تكمل دينك لازم الواجب عليك كمسلم أن تأكل لحم الخنزير، لأن لحم الخنزير محلل، لأن لحم الخنزير مفتاح للجنة. أقسم بالله يا جماعة، وأنا بحكي لكم من تفكير سليم ومن حكي مؤكد. يلا دابا هاد المخروح اش يقول؟ قال لك لحم الخنزير حلال، إلا بغيتي تكمل دينك خاصك تاكل لحم الخنزير، على حساب بنيتي كملوا الدين بالزواج. درنا واحد الربيع، بقى لنا واحد الربيع من داك نص الدين، عندك من الربع التالي، وهذا تيقول لك لحم الخنزير حلال، لحم الخنزير حلال، من اللي عليكم حرام، هذا مسخوط هذا. زيد نشوف شنو عندك اخر. اول شيء اقسم بالله يا جماعه، الحشيش مش حرام، البيره حلال، من قال حرام؟ يجي وجهني حلال، الويسكي والخمر كل حلال حلال، اللي قال حرام كذاب، من حرمهن؟ من اللي بحرم على كيف هذا؟ من قال الحشيش من متى صارت حرام؟ من متى البيرة حرام؟ قمة الحلال مش حرام. أنا بأكد وبعلن وبعلن لكل إنسان بيشرب بير أو بيحشش أو بيسكر، بقول له حلال، لا تخاف، لا تخاف، حتى إذا ما بتستعملهن ما بتخش الجنة. مفتاحك للجنة الويسكي والبير والحشيش، اسمع مني كلام موفوق وكلام موزون، عقل. البيغه حرام، البيغه حلال، من الويسكي والبيغه والحشيش حرام، من اللي حرام؟ والله ما انت غير، والله ما انت غير اللي يجيبك، عرفتي؟ يربيك تهل رمضان، نصابو بك الخليع وناكلوك غير حلوف، ما كاينش شي حلوف قدك. الغلط ديالي كون كان هاد الفيديو في رمضان كان فطر الناس. زيد نشوفو الفتوى التالية ديالك. المرأة تستطيع أن تتجوز، تستطيع أن تتجوز على رجل كمان، رجل أو اثنين أو ثلاثة، تستطيع حلال،
أحلل لها أن تستطيع تتجوز كمان هي على رجل. يعني احنا مش قاعدين في غابة الرجل يقدر يتجوز على المرأة حين ما يشاء، لا، والمرأة يحق لها، يحق لها بالقانون. أعلن أن المرأة تستطيع أن تتجوز من الرجال كمان. الله 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 لا صافي، هذا مفتي الحرام غادي يسميه، هذا مفتي الحرام تيحلل ويحرم على هواه. ولكن يعني كي قالوا راس الخيط، ماشي هو هذا راس الخيط، هو البحث عن الشهرة والبحث عن المشاهدة والبحث والبحث. هاد الناس هادو شكون عطاهم هاد، شكون عطاهم التليفونات ولا خلاهم يسجلوا؟ واش ما عندهمش والديهم، ما عندهمش مراقب عليهم، ما عندهم مراقب ولا حاسب عليهم؟ اي مكنش. هادو على الاقل يدارو في المستشفى المجاني، هادو على الاقل يدارو في سبيطار الحماق، لان ما يمكنش بحال هكا واحد باغي ياكل كاكا، واحد كتقسم بالله بانها فضائيه، وهما اللي عداو الارض بكورونا وخاصهم الدلاح ويعطيونا بيبي ديالهم. هذا انتم سمعتوا تيحلل ويحرم على هواه الجنة البدو، البيغا والويسكي والحشيش حلال، المرأة خصها تتزوج ربعة. يعني الإنسان خصو أخوتي يراقب ولادو ويشوف شنو كيتسجل ولا شنو كيدار كلشي، لأن بحال هادو يعني باش غادي نجيب هاد، باش غندير هاد الشهرة ولا باش غندير هاد الفيو ولا باش غندير هاد لي لايك بالكذوب و يعني والتبلي على الدين. شوف فين وصلنا خوتي، فين وصلت حياتنا، وهذا مستقبل الأجيال العربية الجديدة. يعني الغلط ماشي ديالهم، الغلط اللي شرالهم ولا عطاهم باش يسجلوا ولا انا وصلت ما نقول، حسبي الله ونعم الوكيل. نطلب من الله ما يكونش هذا الفيديو روع لكم قلبكم. ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش بتعليق، اللي ما مشتركش يشترك، وكنت تسمح مره اخرى على التاخر، وعيد مبارك سعيد، عواشركم بركه، وحتى الموضوع على الفلوق ازاي. السلام عليكم.